أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب المشيئة والإرادة الحديث الثاني مما يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه في هذا الباب من الكافي الشريف عن ابي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام شاء واراد وقدر وقضى قال نعم قلت واحب قال لا قلت وكيف شاء واراد وقدر وقضى ولم يحب قال هكذا خرج الينا تكلمنا في, الحق في الحلقات الماضيه ان لله سبحانه وتعالى في الخلق المشيئه والاراده والقضاء والقدر وشرحنا هذه المفاهيم العقائديه والسؤال ان الحب هل هو من اسباب الخلق؟ الله سبحانه وتعالى شاء وأراد وقضى وقدر فخلق الأشياء. هل الحب من مقدمات الخلق؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق ما يحب حصراً يعني أحب فخلق. أو الحب ليس من مقدمات الخلق. هنا جوابان جواب نقلي وجواب عقلي، أما الجواب النقلي أنه هكذا وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الحب ليس من مقدمات الخلق. وهذا الجواب انما يكون في مقابل الذين لا يعتقدون بالدليل العقلي كثير من العامة هكذا حينما تذكر له الدليل العقلي لا يتقبله بل يرفضون الاستدلال العقلي في هذه المسائل فهؤلاء الاستدلال معهم يكون بالدليل النقلي تستدل بايه قرانيه او بحديث شريف متفق عليه او يقبلونه ولكن كما نعلم ان العقائد الاسلاميه بنيت على اسس سليمه وان الله سبحانه وتعالى كما جعل الرسل حججا له كذلك جعل العقل الخالص حجة له وقد مر عن رسول الله صلى الله عليه واله ان لله سبحانه وتعالى حجتين حجة ظاهرة هي الانبياء والرسل وحجة باطنة وهي العقل والله سبحانه وتعالى في القران الكريم يذكر آياته ويقول انها آيات لأولي الألباب اللب بمعنى العقل الخالص بعض الأحيان هناك استحسانات هناك شبهات بعض الناس يتصورها دليلا عقليا وهي ليست إلا شبهة أو استحسان وإنما اللب يعني العقل الخالص من الحب للاباء وللمجتمع ولما تربى عليه الانسان. العقل الخالص يرشد الانسان الى الحقائق ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لاولي الالباب، يعني اصحاب اللب وهو العقل الخالص عن الشوائب. اذا حجة الله الانبياء وحجة الله العقل، ولا تعارض بينهما اطلاقا. لانهما حجتان لله وحجج الله لا تتعارض لان الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فاذا ارسل حجه تصدق الحجه الماضيه والحجه اللاحقه لذا الانبياء نحن نقول لا نفرق بين احد من رسله لماذا؟ لان الانبياء كلهم رسل او مبعوثون او انبياء من قبل الله سبحانه وتعالى ومعصومون فلا تناقض بينهم وانما سابقهم يبشر بلاحقهم ولاحقهم يصدق سابقهم لكن المشكله ان هناك شبهات قامت على انه لا حجية للعقل. هذا أحيانا خلل منهجي أن واحد يتصور أن العقل لا حجية له إطلاقا، زين أنت كيف تستدل بوجود الله؟ يعني الآن واحد يأتي وهو ليس بمسلم أنت تريد ترشده إلى الإسلام أو واحد ملحد لا يعتقد بوجود الله أنت تريد أن ترشده إلى وجود الله وإلى توحيده زين ما تقدر تستدل بالقرآن لأنه هو لا يذعن بوجود الله فلا يذعن بوجود الرسل ولا يذعن بالقرآن ما يصير تحتج به بالقرآن زين فكيف تحتجب؟ تحتج عليه تحتج عليه بالدليل العقلي التي الله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا أثار دفائن العقول بسبب الاحتجاج العقلي في آيات كثيرة من القرآن، وهذا ما يعبر عنه بالعقل النظري. نعم، أكو مسألة أخرى وهي أنه الأحكام الشرعية. هذه الأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى شرعها لعلة يعني ما فيه المصلحة الله أوجبه إذا كانت المصلحة ملزمة. وإذا لم تكن المصلحة ملزمة الله سبحانه وتعالى شرع استحبابه. وما فيه المفسدة إذا كانت مفسدة كبيرة جداً الله سبحانه وتعالى شرع تحريمه. وإذا كانت مفسدة قليلة الله سبحانه وتعالى شرع كراهته مكروه يكون. فالاحكام الشرعيه الله سبحانه وتعالى لعلل شرعها. لكن هذه العلل اكثرها لا يمكن للانسان بعقله ان يصل اليها. يعني صلاه الصبح ليش ركعتين؟ ثلاث ركعات تكون اربع ركعات تكون نقول هذه امور توقيفيه لا مجال للعقل ان يصل اليها، ليش؟ لان العقل يدرك بعض الامور بالفطره، بالبداهه ولكن بعض الامور يحتاج الى علم لكي يحكم عليها، لازم يدري حتى العقل يحكم، واذا العقل لم يكن هناك علم لا يحكم العقل، يعني الان انت الان جيب اعقل العقلاء ضعه في غرفه ليس فيها نوافذ. قل له ماذا يحكم عقلك بوجوده خلف هذا الجدار؟ يقول لا اعلم، لا يحكم عقلي. نقول لماذا لا يحكم عقلك؟ يقول لاني لا اعلم، والعقل اذا كان هناك علم يحكم، لكن اذا لم يكن هناك علم لا يحكم، حتى بالظن لا يحكم العقل. المشكلة اللي صايره البعض الاستحسانات يسميها ادلة عقلية بعض الظنون يسميها ادلة عقلية وهذه ليست ادلة عقلية هذه استحسانات فالله سبحانه وتعالى كل افعاله بحكمة وكل تشريعاته بحكمة وبعلة لانه حكيم والحكيم لا يقوم بالعبث لا يفعل اللغو، لكن كثير من الاحكام الشرعيه نحن لا ندرك عللها. نعم يمكن هناك بعض الوجوه تذكر او بعض الايات او الروايات ذكرت بعضا من تلك الوجوه، لكن اكثر الوجوه قد لا نعلم بها. زين اذا واحد اجى ناقشك قال لك بانه لماذا الصلاة بهذه الكيفية أنت ما تجي تناقش على الكيفية أنت لازم تناقش على الأساس تقول له أنت تعتقد بوجود الله مثلا إذا قال لا تناقش في وجود الله حتى تقيم الحجة عليه إذا يعتقد بوجود الله نقول يعني له أنت تعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله إذا ما يعتقد فتناقش في النبوة وتقيم الحجة عليه لكن إذا قال أعتقد بنبوته نقول تعتقد بالقرآن إذا ما يعتقد تناقش في إثبات أن القرآن هو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد وإذا اعتقد بالقرآن يقول لا أنا أعتقد بالقرآن تناقشه بالقرآن تقول أن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل اللغو أمر بهذه الكيفية هسه إحنا عرفنا السبب فنور على نور إذا لم نعرف السبب مع إذعاننا بأنه حكيم نسلم له مثل ما أنت إذا تريد تبني منزل تجيب مهندس المهندس ضمن معادلة هندسية يقول أن الأساس مثلا لازم يكون كذا مقدار أنت تسأل لماذا يشرح لك يمكن تفهم ما يقول يمكن ما تفهم ما يقول لماذا لأن هذه بحوث تخصصية هسه اذا انت ما فهمت ما يقوله المهندس عدم فهمك دليل على انه كلام باطل وما تتبعه اذا لم تتبعه العقلاء يذمونك يقولون انه اهل اختصاص وانت مو اهل اختصاص اذا انت ما فهمت عدم فهمك مو دليل بطلان هذا الكلام او اذا واحد راجع الاطباء الاطباء اجمعوا على لزوم اجراء عمليه جراحيه زين يسال السبب يشرحوا للسبب السبب اذا فهم فبها، اذا لم يفهم السبب هذا معناه انه باطل هذا الكلام كلام هؤلاء الاطباء؟ كلا كلامهم صحيح لكن هو هذا ما فهم السبب واذا لم يذعن للاطباء وبعدين مات من مرضى يلام ويذم. فاذا الاحكام الشرعيه احنا لازم نسلم بها ونعلم ان لها اسباب وعلل الله سبحانه وتعالى حكيم. قد تكون العلل بينت في الآيات والروايات وقد لم تكن بينت أو بين جانبا منها اللي يعبرون عنه بالحكمة لكن نسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن الاستحسان المصالح المرسلة هذه ليست دليلا عقليا وانما العقل انما يحكم لو علم علما جزما ذاك الوقت يحكم زين هسه بعض العامة يقول العقل مو العقل العملي يعبرون عنه وانما الاحكام الشرعية لان الله اراد وإرادة الله ليست تابعة للمصالح والمفاسد، هكذا يقولون قسم من الأشاعرة أو كلهم يقولون هكذا، طبعاً يقعون في تناقض أنهم هم في الفقه من أدلتهم المهمة القياس، زين نقول القياس شنو هو؟ القياس معناه أن هناك حكم فيه نص من الشرع نكتشف العلة ثم نعمم العله الى مورد اخر لا نص فيه. يعني اكو ناس في قضيه في موضوع. زين لماذا الرسول امر بوجوب هذا الشيء مثلا؟ نقول للعله الكذائيه. زين هاي العله موجوده في موضوع اخر لا نص فيه فنقيس هذا بذاك. زين هذا يخالف منهجهم العقائدي العقدي لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد وإنما تابعة لإرادة الرب ما عدنا حسن وقبح عقلي حسب ما يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع فهذا الحكم الشرعي صدر من الله لا لعلة زين فكيف انت تريد تكتشف العله وتقيس موضوع اخر بهذا الموضوع للاشتراك في العله فهنا تناقض فقهي عقدي المحقق الكراجكي من علمائنا الكبار قبل اكثر من ألف عام الى كتاب اسمه التعجب من اغلاط العامه كتاب قيم جدا يبين التناقضات في معتقداتهم سواء في اصول الدين او في فروع الدين وهذا المورد من موارد التناقض على كل حال زين اذا انت ابتليت بجماعه لا يعتقدون بحجيه العقل اذا في مساله عقديه تريد تستدل عليهم استدل بالنص النص القراني النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه واله. واذا ناس لا يعتقدون بالنص استدل بالعقل. اما على اصل المطلب او على فرع المطلب اذا كان للعقل علم في ذلك الموضوع. اسال الان في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يساله ابو بصير ان المحبه الحب هل هو من مقدمات الخلق؟ الإمام الصادق يقول لا. يسأل لماذا الإمام يقول هكذا خرج إلينا، يعني وصل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه واله. زين لماذا الإمام يجيبه هكذا؟ هذا بأحد احتمالين، إما الإمام يريد يعلم الاحتجاج على العامة، وإما لأن أبا بصير ما كان يستوعب بعض الأحيان اكو ناس طيبون مؤمنون ملتزمون بالطاعات بترك المعاصي لكن مستواهم ليس مستوى عاليا بحيث يفهموا دقائق الأمور العقلية فهذا الإنسان أنت تستدل إلى بالأمور الواضحة وفي بعض المسائل تستدل به بالنصوص له بالنصوص الشرعية فلعله ما كان يستوعب الإمام يجي يبين له سبب ذلك أو كان الإمام يريد يعلم الاحتجاج مع العامة لعله كان واحد من العامة سأله فالإمام يريد يقول له هكذا أجبه أما أنه الحب ليس من مقدمات الخلق لجهات متعددة أولا الحب بمعناه الحقيقي مستحيل على الله سبحانه وتعالى الحب شنو هو؟ كيفية نفسانية. الله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفيات النفسانية كما مر مرارا لان الكيفية النفسانية هي تغير توجب التغير انت تحب وتبغض قد تحب ما كنت تبغضه وقد تبغض ما كنت تحبه وهذا يصير كثير بعض الاحيان صداقات تتحول الى عداوات او عداوات تتحول الى صداقات الحب كيفية نفسانية والله سبحانه وتعالى منزه عن الكيف هسه بعض الوهابيين عندما يأتي إلى هكذا أمور يقول أن الله يحب ولكن بلا كيف زين إذا المعنى في الحب معنى حقيقي فهذا الكلام تناقض لأنه حب هو كيف حب بلا كيف ما له معنى إذا كان الحب بمعناها الحقيقي وإذا المقصود حب لا بمعناها الحقيقي يعني تأول الحب وإنما اللافظ أطلق مجازا فالحب بلا كيف ليس هو الحب الحقيقي وإنما هو شيء آخر مجازا سمي حبا مثل ما يقولون الله سبحانه وتعالى له يد زين يستدل بآية قرآنية يد الله فوق أيديهم مثلا والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون هو غافل عنا ان هذه ايات متشابهه ويجب ان ترد الى الايه المحكمه ليس كمثله شيء زين نقول ليد يعني جارحه يعني جسم يصير يقول لا له يد لكن بلا كيف زين نقول اليد لغه هي الجارحه نعم يد الانسان تختلف عن يد بعض الحيوانات الاخرى لكن هذا اختلاف لا يخرجها عن مسمى اليد الجارحة فإذا لم تكن جارحة فهي ليست بيد حقيقية اللغة والعرف لا يطلق اليد الحقيقية على ما لم تكن جارحة فلازم تلتزم بالمجاز في اليد يعني المجاز الذي ذكره الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام ويقتضيها العقل السليم ان اليد هنا بمعنى القدره وهذا المجال شائع في الاستعمال الاستعمال بين الناس والقران نزل بلسان عربي مبين بالاسلوب الذي عليه العرب حب لا كيف ما له معنى الحب يعني مع الكيف الحب هو الكيف النفساني وحيث يستحيل الكيف النفساني على الله لان الله سبحانه وتعالى لا نفس له الأنفس التي نحن لنا. والآية التي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا مجاز من باب المقابلة. وأيضاً الحب يستلزم التغير. والله سبحانه وتعالى لا تغير في ذاته. وقد ذكرنا مراراً أن التغير لا ينسجم مع ضرورة الوجود. لا ينسجم مع الموجود القديم. التغير إنما هو صفة للممكنات الحادثه. فاذا الحب في الله سبحانه وتعالى محال بمعناه الحقيقي. فاذا ورد في النصوص الحب هذا من الايات المتشابهه التي هي بحاجه الى تاويل وقد بين التاويل الراسخون في العلم. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، هذا يحب ليس بمعنى الكيفية النفسانية وإنما بمعنى الثواب ترتيب الثواب إن الله يحب الذين يقاتلون يعني يثيبهم لأن الإنسان إذا أحب شخصا مدحه زكاه قدم له هدايا أثابه هذا يعبرون عن نتيجة الحب الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا هذا ليس بمعنى أن الحب هناك كيفية نفسانية في الله، كلا، وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يثيبه، يزكيه، بل الله يزكي من يشاء، فلا تغير في ذاته، لأن الثواب مرتبط بالفعل لا مرتبط بالذات. التزكية مرتبطة بالفعل لا مرتبطة بالذات، فلا تغير في ذات الله. سبحانه وتعالى. فإذا الحب معناه الحقيقي مستحيل، وإنما هو بمعنى الثواب. الثواب ليس عله للخلق، وإنما هو يترتب على الخلق. يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان، هذا الإنسان يعمل صالحات، الله يثيبه، فالثواب نتيجه للخلق وليس عله للخلق. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هكذا خرج الينا بمقدار عقل السائل او لاحتجاجه على العامه لكن السبب الحقيقي هو ما ذكرناه يمكن ايضا يكون هناك سبب اخر من منظار اخر نشرحه وهو انه الحب ايا يكون معناه هل الله سبحانه وتعالى خلق فقط ما يحبه أو خلق ما يبغضه أيا يكون معنى الحب والبغض يعني الله أزلا يعلم بأن إبليس سيختار الشر وأنه من أهل النار الله سبحانه وتعالى أزلا يعلم بالذين سيختارون الكفر كفرعون ونمرود وأشباه ومع ذلك خلقهم هل الله يحبهم يعني الله سبحانه وتعالى يحب ابليس يحب فرعون مثلا يحب الكفار كلا ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما اذا تراجع القران راجع المعجم المفهرس كلمه الحب لا يحب في عشرات الموارد الله سبحانه وتعالى مستعملها الله لا يحب هذا لا يحب هذا لا يحب هذا لا يحب هذا لا يحب هذا, لا يحب هذا. الله لا يحبه ولكن مع ذلك خلقه فليس الحب من مقدمات الخلق، اما المشيئه اي مخلوق تراه ان الله سبحانه وتعالى شاء ان يخلقه. اي مخلوق تسمع به الله سبحانه وتعالى اراد ان يخلقه. جميع المخلوقات سواء علمنا بها او لم نعلم بها. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وجودها. فالقضاء والقدر والمشيئه والاراده هذه من مقدمات الخلق الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه باراده منه بمشيئه بقضاء وقدر منه سبحانه وتعالى لكن هل كل شيء مخلوق الله يحبه؟ كلا فليس الحب من مقدمات الخلق هناك حديث شريف في الكافي رواه الكليني رضوان الله تعالى عليه، أن الله سبحانه وتعالى هو أزلاً يعلم بمن سيختار الإيمان، وأزلاً يعلم بمن سيختار الكفر ويموت على الإيمان أو الكفر. في الحديث الإمام يقول: الشخص الذي يختار الكفر ويموت على الكفر، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى لا يحبه أبداً. حتى لو الآن صاير مؤمن يصلي يترك المحرمات يطيع الله سبحانه وتعالى الآن هكذا لكن الله يعلم بأنه سيرتد وسيموت على الكفر الآن اللي هو مشغول بالطاعات الله يحب عمله لكن لا يحبه هو لأن عمل طاعة لله سبحانه وتعالى هذا العمل محبوب بأي معنى محبوب بمعنى ان الله سبحانه وتعالى هذا العمل يعطيه للمؤمنين اما بالنسبه الى هذا الكافر يكون وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بالنسبه الى هذا الكافر لا يصل اليه ثوابا من هذا العمل لكن هذا العمل الله سبحانه وتعالى ينقله الى المؤمنين هذه من المسائل العقائديه المهمه يبحثونها في مساله الاحباط والتكفير، ومسألة مهمة جدا إن شاء الله في المستقبل سنتطرق إليها، أن الأعمال الصالحة التي يأتي بها الكفار أو يأتي بها إنسان مؤمن قبل أن يرتد، ثم يموت على الارتداد، هذا العمل هذا العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان أعمال في في صحيفة أعمال المؤمنين. بتفصيل سنذكره ان شاء الله في المستقبل ويدل عليه القران والاحاديث في وقته ان شاء الله سنبحث عنه. اذا هذا الانسان اللي الله سبحانه وتعالى يعلم بانه سيختار الكفر ويموت على الكفر، هذا من الاول الله سبحانه وتعالى لا يحبه، واذا عمل عملا حسنا الله يحب العمل لكن لا يحب العامل. واذا انسان هو كافر لكن الله سبحانه وتعالى يعلم بانه سيختار الايمان زين اكثر اصحاب الرسول صلى الله عليه واله في زمان الجاهليه كانوا مشركين ثم اسلموا على يد الرسول صلى الله عليه واله زين هذا في زمان الجاهليه والله سبحانه وتعالى يعلم بان هذا سيختار الايمان وسوف لا يرتد عنه ويبقى على الايمان الى اخر لحظه كابي ذرن الغفاري رضوان الله تعالى عليه، زين هو في حال الشرك، صحيح مشرك، الله يبغض شركه لكن يحبه هو لانه يعلم بانه سيختار الايمان وفي احاديث الطينه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بانه سيختار الكفر يخلقه يخلقه من من طينه سجين فلا يحب هذه الطينه ابدا. والذي يعلم بانه سيختار الايمان الله سبحانه وتعالى يخلقه من طينه عليين فلا يبغضه ابدا فاذا الحب ليس من اسباب الخلق فالله سبحانه وتعالى يخلق ما لا يحبه كابليس وفرعون والفراعنه والكفار الذين يموتون على كفرهم فاذا الله سبحانه وتعالى شاء وأراد وقدر وقضى في كل شيء نعم أحب لا لأن بعض المخلوقات لا يحبها وكان يعلم ومن الأول يعلم بأنها ستختار الكفر ومن الأول يبغضها ولا يحبها ومع ذلك يخلقها بحكمة لأن الله سبحانه وتعالى حكيم فلا يعمل لغوا طبعا الحب والبغض بالنسبة إلى المخلوق هذا أمر يختلف عن الخير والشر وهذا بحث سنتطرق إليه لاحقا إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين <applause>